ما طريقة وكيفية إلغاء تفعيل إشعار قاسم على تطبيقكم شيئاً؟ قم بالضغط هنا على تطبيق شيئاً، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على جهة الاتصال المفضلة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعار الرسائل الجديدة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشارات القاسمة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل إشعارات القاسمة على تطبيقكم شيئاً، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.